ما بينفعش هلا، اخر اشي بنحطه صح؟ الله يحب صحنه الصغير مش بعد. بس هلا احنا بدناش نطلع بري، احنا بنبطل لسه على المؤسسة يعني. والدجاج لسه ما بالضبط. بالضبط 5:30 اخر شيء علينا. هو هذا اللي بدنا اياه. الشيف بتظبط برضه هيك. لا بظبط، بس بقول لك يعني انه انا لما بعمل أنا اليوم أنا وأمي وأختي حبينا يكون في إلنا دور، حتى لو كان دور بسيط في المبادرة المقدسية اللي طلعت السنة الماضية من بيت العيلة، امتداداً لنشاطات جمعية نسائم القدس اللي كلنا بنعرف إنه هاي الجمعية هي بترعى مرضى السرطان في مستشفى المطلع من خلال تأمين وجبات إفطار شهر رمضان المبارك إلهم وللمرافقين. بسم الله. هاي بتجنن، هاي بتجنن. للي بده يطلع اموال زكاته بطريقه حلوه ومشروعه وامنه عن طريق اطعام ناس صايمين، هم بيجوا من قرى بعيده من الضفه ومن غزه، بيكونوا رافقوا الاطفال المرضى بالسرطان وضعهم سيء طبعا، بس احنا هون كقدس نحن اهاليهم يعني ومسؤولين عن هذه الحاله. فالحمد لله رب العالمين، يعني بتشوف انه في التكافل الاجتماعي بشهر رمضان يعني ببرز في اوجه، والناس فيها خير، القدس فيها خير بشكل رهيب. وين الشاشة الفائد؟ أنا درست الأحياء الكيميائية. قديش لازم هذا؟ 52 52 أظن بقضي بقضي بقضي. ما في بسرعة في؟ في أنا 2 كيلو جبت هذيك. زوجي سرطاوي من سرطة قضاء نابلس، ويعتبر المسخن من أكلاته المفضلة، فحبيت أعملها عن روحه. بيحب يعمل عن روح امه وعن روح ابوه، يعني بيقعدوا حتى بيتطلبوا. واحده بتقول لك بدي، انا ابوي كان يحب القدره، بدي اليوم قدره تعمل له. فبشكل فكاهي هاي الصدقات بتطلع بطريقه حلوه ومضمونه واسلوب انه يخدم هذول الناس اللي احنا مركنين انهم اهلنا، احنا اهلهم هون في القدس. يعني تعطيهم كرتونة ونص.